كل اللي جمع مذكر عاقل آخره واو ونون أو ياء ونون. كل اللي جمع مذكر عاقل، ركز معايا أنا قلت إيه؟ عاقل، يعني ما ينفعش يبقى الكلمة فيها واو ونون أو ياء ونون ومش عاقل ونقول هي لسه جمع مذكر. لازم الكلمة عندي تكون اسم عاقل، اسم عاقل. تمام، زي إيه يا مس؟ وكمان قبل ما أقول زي إيه، خلي بالك إن الواو ونون أو ياء ونون زيادة. يعني إيه مس زيادة؟ يعني لو شلتهم معنى الكلمة مش بيتغير، وكمان الكلمة ترجع لأصلها اللي هو المفرد. زي إيه مثلا يا مس؟ زي فلاح. تعالوا كده نشوف، مش فلاح يا مس مفرد وعاقل؟ عايزه اخليها بقى جمع مذكر، هزود لها يا مس واو ونون او ياء ونون. طيب هتبقى ايه؟ فلاحون او فلاحين. تمام، شوف كلمه ثانيه، معلم. اه يا مس دي مفرد وعاقل واسم، مفرد وعاقل واسم. طب يا مس عايزه كده اخليها جمع مذكر، ضيف لها واو ونون او ياء ونون، فهتبقى معلمون او معلمين. شوف مثال كمان، عامل. اه يا مس دي اسم مفرد وللعاقل. طيب يا مس عايزه اخليها جمع مذكر، هتبقى ايه؟ عاملون او عاملين. بعد ما افتكرنا مع بعض جمع المذكر، تحلوا بقى نعرف ايه هو اعرابه ونعرف ازاي نطلعه من الجمله. اول مثال عندي بيقول لي يصلي المسلمون صلاه العيد. الجمله دي فيها عندي جمع مذكر سالم. اه يا مس كلمه ايه يا مس؟ كلمه ايه؟ اه يا مس كلمه المسلمون، عشان دي يا مس جمع وللمذكر وللعاقل، وكمان يا مس فيها واو ونون. اه طب اتاكد كمان ازاي؟ شيل كده الواو والنون، المسلم اديتك كلمه مفرد ولا لا؟ اه يا مس يبقى دي جمع مذكر سالم. نشوف مثال كمان، يسعى المتفوقون الى التميز دائما. يا مس في هنا كلمه جمع مذكر سالم، ادور على كلمه فيها واو ونون او ياء ونون. اه يا مس عندي متفوقون فيها واو ونون. طب اتاكد كده تاني يا مس، دي جمع وللمذكر وعاقل واسم، فيها يا مس كل الحاجات اللي انا محتاجها. يبقى عندي هنا كلمه المتفوقون ايه؟ جمع مذكر سالم. وكمان يا مس لو شلت الواو والنون هيديني المتفوق، مفرد يا مس. تمام، شوف مثال كمان، الفلاحون يزرعون القمح. ادور على كلمه اخرها واو ونون او ياء ونون. الفلاحون، اه يا مس الكلمه دي عندي اخرها واو ونون. طب اتاكد، شيل كده الواو والنون، الفلاح ادتني يا مس كلمه مفرد. طب الكلمه دي اسم ولا فعل؟ اسم. تمام، طب يا مس الجمع ده مش للمذكر بالظبط، وكمان يا مس للعاقل، يبقى عندي كلمه الفلاحون جمع مذكر. وكمان يا مس، اه يا مس كمان في كلمه يزرعون، فين دي يا حبيبي؟ اهي يا مس اخرها واو ونون، لو شلتها هتديني يا مس كلمة مفرد يزرع. طب هي يزرع دي سنة خمسة اسم ولا فعل؟ فعل يا مس. وانا قلت ان جمع المذكر السالم لازم يكون ايه؟ اسم. يعني يزرعون ما تنفعش، اي فعل عندي ما ينفعش. المهملون لا يصلون الى اهدافهم. عايزه كلمه فيها واو ونون او ياء ونون. المهملون يا مس الكلمه دي اسم اول حاجه، كمان يا مس للجمع وللجمع العاقل، ويا مس لو شلت الواو والنون هيديني كلمه مفرد، يبقى عندي المهملون جمع مذكر سالم. لا يصل، لا يصلون يا مس، دي يصلون دي فيها واو ونون. لا يا مس دي يصلون دي فعلا مش هتبقى جمع مذكر سالم. برافو عليكم، لان انا قلت ان جمع المذكر السالم لازم يكون اسم. تمام، الاطباء مجدون في عملهم. عايزه كلمه فيها واو ونون، يبقى يا مس كلمه مجدون. يا مس كلمه اسم وكمان للجمع وللمذكر، وجمع ده عاقل، ولو شلت الواو والنون هيديني كلمه مفرد. مجدون هتبقى ايه؟ مجد. يبقى يا مس مجدون هنا عندي جمع مذكر سالم. الانبياء داعون الى الحق. اه يا مس داعون، لان هي فيها كل الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها، فيا مس هنا عندي داعون هنا ده جمع مذكر سالم. طيب تعالوا بقى نعرف ايه هو اعرابه. يا يصلي المسلمون صلاة العيد. مين اللي بيصلي هنا عندي يا سنه خمسه؟ المسلمون. يبقى المسلمون دي ايه؟ فاعل مرفوع وعلامه رفعه. قبل ما تقول علامه الرفع قلت لك ان جمع المذكر السالم بيجيب علامه الرفع معاه، بيحطها قدام عينيك وبيقول لك انا اهي، انا اللي قبل النون على طول. يبقى هنا علامه الرفع عندي مين اللي قبل النون؟ الواو. يبقى المسلمون فاعل مرفوع وعلامه
رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. يبقى جمع المذكر السالم بيرفع بايه بقى؟ بيرفع يا مست بالواو. طيب نشوف تاني مثال. يسعى المتفوقون. فين هنا عندي جمع المذكر؟ المتفوقون. طب دي يا مست جمله ايه؟ جمله فعليه. مين اللي بيسعى؟ المتفوقون. يبقى المتفوقون هنا فاعل. طب يا مست المتفوقون دي نوعها ايه؟ مش احنا قلنا ان هي جمع مذكر سالم؟ طيب وجمع المذكر السالم بيجيب علامته معاه، بيجيبها فين؟ قبل النون على طول. يبقى المتفوقون فاعل مرفوع وعلامه رفعه. ايه هنا عندي اللي قبل النون؟ الواو. يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. نشوف مثال تاني. الفلاحون يزرعون القمح. فين هنا عندي جمع المذكر؟ احنا قايلين اهو الفلاحون. طب يا مس تعرب ايه؟ يا مس دي كلمه اسمه في اول الكلام يبقى مبتدا، والمبتدا دايما مرفوع، يبقى مبتدا مرفوع وعلامه رفعه. ها نفتكري مع بعض، الفلاحون دي جمع المذكر سالم، ويا مس انت قلتي ان جمع المذكر علامه الرفع بتيجي معاه وبتكون اللي قبل النون الفلاحون. ايه هنا عندي اللي قبل النون؟ الواو. يبقى الفلاحون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نشوف مثال كمان. المهملون لا يصلون إلى أهدافهم. يا مست دي كلمة في أول الكلام وفيها ألف ولام تبقى مبتدأ، وكمان يا مست أنا قلت إن المهملون دي جمع مذكر سالم، وأنا على طول بقى قلت إن جمع المذكر السالم بيرفع بالإيه؟ باللي قبل النون. طب يا مست إيه هنا عندي اللي قبل النون؟ الواو. يبقى جمع المذكر السالم بيرفع بالواو، يبقى المهملون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب الأطباء مجدون في عملهم. جملة دي جملة ايه؟ اسمية. الأطباء تعرب ايه؟ مبتدأ. مالهم؟ مجدون. يبقى مجدون هي الخبر. طب يا مس مش احنا قلنا ان مجدون دي جمع مذكر سالم؟ جمع المذكر السالم خلاص بقى احنا عرفنا بيرفع بايه يا مس؟ بالواو، باللي قبل النون. يبقى مجدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب نشوف المثال ده كمان. الأنبياء داعون إلى الحق. جملة دي جملة إيه يا حبايبي؟ جملة اسمية يا مس. تمام الأنبياء عندي مبتدأ. مالهم الأنبياء؟ داعون إلى الحق. يبقى داعون دي هي الخبر، وإحنا يا مس قلنا إن داعون دي جمع مذكر سالم. يا مس وجمع المذكر السالم علامته بتكون قبل النون وبتبقى ظاهرة قدامك، بص بنطلعها على طول. يبقى داعون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ممتازين. يبقى تعالوا بقى كده نأكد كده تاني مع بعض ان جمع المذكر السالم بيرفع بالواو. نشوف بقى امثله كده تانية. رأيت المعلمين في المدرسة. رأيت المعلمين في المدرسة. في هنا عندنا مذكر سالم. يا مس المعلمين ليه قلت المعلمين؟ يا مس انت قلتي بتبقى اسم وبتكون جمع وبتكون مذكر وبتكون للعاقل، ويا مس لو شلت الياء والنون بيديني كلمة مفردة. طيب المعلمين شيل كده الياء والنون، المعلم اديتك كلمة مفردة. يا مس يبقى دي جمع مذكر سالم. نشوف مثال كمان. كرمت الدولة النابغين في العلوم. في كده هي عندي كلمة فيها واو ونون أو ياء ونون. يا مس النابغين. تمام طب نتأكد يا مس كلمة اسم وجمع ومذكر وللعاقل، ولو شلت الياء والنون يا مس هيديني كلمة مفردة يبقى النابغ. تمام يبقى هنا عندي ايه كمان؟ الكلمة اللي جمع مذكر النابغي. تمام نشوف بقى أمثلة تانية. سلمت على اللاعبين. في كلمة عندي هنا آخرها ياء ونون أو واو ونون. يا مس اللاعبين. يا مس واحنا خلاص بقى يا مس احنا حفظنا كلمة تكون جمع وجمع مذكر وتكون للعاقل، وكمان يا مس لو شلت الياء والنون هيديني كلمة مفردة اللاعبين هتبقى ايه؟ اللاعب. يبقى يا مس هنا عندي جمع المذكر اللاعبين. نشوف تاني. أقبلت على العاملين في المصنع. يا مس كلمة العاملين عشان آخرها ياء ونون. طيب نتأكد. يا مس دي اسم وللعاقل وللمذكر، ولو شلت الياء والنون هيديني مفرد العاملين هتبقى ايه؟ العامل. برافو عليكم يا سنة خمسة. طيب تعالوا بقى نعرف كده. رأيت المعلمين في المدرسة. مين اللي رأيته؟ التاء تاء الفاعل. طيب ماذا رأيت أو شفت مين؟ المعلمين. يبقى المعلمين دي هعربها عادي خالص، مفعول به منصوب وعلامة نصبه ده بقى اللي أنا هعرفه دلوقتي. منصوب بإيه؟ مش أنا قلت لك إن جمع المذكر
طيب وبيجيب العلامة معاه بتبص بعينك على طول تطلعها، اللي قبل النون على طول يا مس المعلمين يبقى اللي قبل النون الياء، يبقى المفعول به ده يا مس منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. نشوف المثال التاني، كرمت الدولة النابغين. مين اللي كرمت؟ الدولة، يبقى الدولة فاعل. كرمت مين؟ النابغين، يبقى النابغين دي مفعول به منصوب وعلامة نصبه. قبل ما تقول علامة النصب، مش الكلمة دي نوعها جمع مذكر سالم؟ اه طيب، وجمع مذكر سالم علامة إعرابه سهلة خالص، موجودة قدام عينيك على طول تبص على اللي قبل النون، النابغين، يبقى إيه اللي قبل النون؟ الياء، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. طيب نشوف مثال كمان، سلمت على اللاعبين. طيب اللاعبين هنا عندي الكلمة دي، مش أنا قلت إن هي جمع مذكر سالم؟ تمام. طالما جمع مذكر سالم اعربها بقى ازاي؟ على، دي حرف جر، يبقى الكلمه اللي بعدها على طول ايه؟ اسم مجرور بعلى وعلامه جره. قبل ما اقول علامه الجر بقى يا سنه خمسه، مش الكلمه دي عندي، انا قلت لسه ان هي جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم علامه اعرابه بتيجي قدامك على طول تبص على اللي قبل النون، اللاعبين، ايه هنا عندي اللي قبل النون؟ الياء، يبقى اللاعبين اسم مجرور بعلى وعلامه جره الياء. طيب شوف المثال ده كمان، أقبلت على العاملين في المصنع. على العاملين، العاملين دي هنا عندي ايه؟ يمس اسم مجرور عشان قبلها حرف جر. تمام. طيب وكمان يمس دي جمع مذكر، وانا قلت ان جمع المذكر علامته بتيجي معاه. طيب العاملين، ايه هنا اللي عندي قبل النون؟ الياء، يبقى اسم مجرور وعلامة جره ايه يا سنة خمسة؟ الياء. يبقى سنة خمسة عندي، ناخد بالنا بقى من حاجة، في جمع المذكر السالم مش اي كلمه عندي اخرها واو ونون او ياء ونون تكون جمع مذكر سالم. يعني ايه يا مس؟ يعني لو عندي مثلا كلمه زي كلمه بساتين، انت ممكن اول ما تبص تقول دي جمع مذكر سالم. ليه؟ عشان يا مس اخرها ياء ونون. طيب تعالوا كده نبص مع بعض، هي بساتين دي اصلا عاقل؟ لا طبعا مش عاقل، يبقى ما ينفعش تكون جمع مذكر سالم. لكن بساتين نوعها ايه بقى يا سنه خمسه؟ جمع تكسير. وكمان اتاكد اكتر، ينفع لو شلت الياء والنون نقول بسات؟ ايه ده، كلمة ليها معنى مفرد؟ لا يا مس، يبقى دي مش جمع مذكر سالم. طيب نشوف كلمة زي فنون. يا مس فنون دي كلمة وجمع واخرها واو ونون، ولو شلت الواو والنون هيديني كلمة مفرد، فن. طب انت كده صح، فنو، مش هي فنون، يبقى هتبقى فنو. وكمان في حاجة احنا نسيناها، ان هي مش عاقل، وانا ما ينفعش اقول على اي كلمة مش عاقل جمع مذكر سالم، لكن فنون هتكون جمع ايه؟ جمع تكسير. تمام. نشوف كلمة زي كده، يلعبون. يمس الكلمة دي مذكر، وكمان يمس اخرها واو ونون، ويمس يلعب دي ممكن تبقى للعاقل. طيب ويمس لو شلت الواو ونون هيديني يلعب، يبقى دي جمع مذكر سالم. مش انا قلت لك ان جمع المذكر السالم لازم يكون اسم؟ طب ينفع يلعبون وهي فعل يكون جمع مذكر سالم؟ اه لا يمس ما ينفعش، يبقى يلعبون ايه؟ دي فعل مش جمع مذكر سالم. يبقى انا عندي يا سنه خمسه، نفتكر بقى كده بسرعه مع بعض، جمع المذكر كل جمع مذكر عاقل اخره ايه؟ واو ونون او ياء ونون. طيب احنا قلنا جمع المذكر بيرفع بالايه؟ بالواو. طيب لو كان ايه بقى يا سنه خمسه؟ لو كان فاعل او مبتدا او خبر، يبقى جمع المذكر السالم بيرفع بالواو لو كان فاعل او مبتدا او خبر. طيب لو جيت قلت لك مثلا المعلمين مجتهدون، وقلت لك هنا عندي صوب لي الخطا، ينفع نقول المعلمين مجتهدون؟ طيب مش المعلمين هنا تعرب ايه؟ تعرب مبتدا. طيب مش المبتدا عندي بيبقى دايما مرفوع؟ طيب ينفع اقول مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الياء؟ مش انا قلت جمع المذكر السالم علامه رفعه بتيجي معايا قبل النون، وانا قلت ان جمع المذكر السالم بيرفع بالايه؟ بالواو، يبقى هتبقى المعلمون مجتهدون. طيب مثال كمان، ينفع اقول لك حضر المعلمين الى المدرسه؟ هي المعلمين هنا تعرب عندي ايه؟ تعرب فاعل. طيب ومش هي جمع مذكر سالم؟ اه طيب جمع مذكر سالم بيرفع بالايه؟ بالواو، يبقى المعلمين هتبقى ايه؟ المعلمون. طيب لكن بينصب عندي بايه بقى؟ بينصب عندي بالياء. لو كان ايه؟ لو كان مفعول به وبيجر بالياء لو كان اسمه مجرور. كده يا سنة خمسة نكون خلصنا مع بعض درسنا النهارده، والسلام عليكم.